يعني هذا الموضوع متكرر ما أدري ليش. سالفة إن الأم، إحنا كبار والأم تفرق ما بيننا وبين خواتنا، أنا هذا الموضوع مش قادرة، مع أن سبحان الله في القرآن الكريم يعني نعم إن في أعداء، بما معناه من أهلك، يعني طبيعي إن يكون في عندك أعداء من أهلك، لكن سبحان الله يعني مثلا نوح عليه السلام قلناها هذه قبل، ولده ما طاع يسمع كلامه، زوجة لوط عليه السلام بعد كانت يعني خارجة عن السرب، يوسف عليه السلام إخوانه عقوا في البير يعني كذبوا على أبوهم إخوانه. زين الأم يعني والله يعني ما معش أقول لك، أقول للوالدة الأطفال نعمة والأبناء نعمة، المال والبنون زينة لحياة الدنيا ورزق، أنت يلا أعطاك رزق، غيرك محروم منها، غيرك عنده بيموت، غيرك عنده بينجتل، والحمد لله حرصي أن مع أنك يعني استوت هالتفرقة بينهم، بعدهم يبونك ويبون يكونون معاك ويبون يبرونك. سبحان الله بصلاح أعمالك أو بدعاء حد صالح لك في حياتك أو بشيء سويتيه أنت في حياتك خير، الله خلى عيالك يبونك، وهذا شيء وايد طيب، احمد ربك على هالنعمة. الله يعينك يا خيتي، الله يعينك. طبعا هذه ما أعرف أقول لك، هي حالة وحدة، أقول إن هي موجودة، لكن معظم الأمهات الطبيعي الأم حبها لا مشروط، هذا الطبيعي الحمد لله.